وأقول للعرسان قبل أن أبدأ بسم الإله نبتدئ الكلام، ومن الأعماق نهديكم سلاما. نبارك للعريسين التلاقي إذا بالدين هما واستقاما، وندعو للحضور العزب منكم بأن يلتم شملهم التماما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بارك الله في القائمين على هذا الملتقى المبارك خيرا، وأشكرهم من صميم قلبي، فوالله هذه المناظر تثلج القلب وينشرح لها الصدر. بارك الله فيك شيخ الحبيب الشيخ عبد القادر الحاج عبد القادر، بارك الله بأخي وحبيبي الشيخ حمزة، بارك الله برئيس الدائرة البلدية لهذه المدينة وكل من ساهم في هذا العمل الخيري. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر بعد أن فتحت خيبر، رجع سيدنا جعفر بعد أن كان مهاجرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم برجوع جعفر، فاليوم لا ندري بأيهما نفرح، فقد تكالبت علينا الأفراح، وأسأل الله جل وعلا أن يديمها على الناس جميعا. الليلة ليلة جمعة، هذه الليلة مباركة، فيها ترفع الأعمال إلى الله جل وعلا. هذه الليلة هي ليلة 21 نوفمبر، بداية انطلاقة الثورة الجزائرية المباركة التي يفتخر بها كل عربي ومسلم. هذه الثورة التي غيرت مجرى التاريخ وأعادت الجزائر إلى حضنها العربي والإسلامي. هذه الثورة التي حدثت غيرت مجرى التاريخ، لكن ما حدثت عن فراغ، أسيلت من أجلها الدماء، فهم بثورتهم بذلوا الدماء من أجل استقلال هذا البلد. فعليكم جميعاً أن تحافظوا على هذا الإنجاز، فالجزائر أمانة في أعناقكم يا أهل الجزائر، يا شعب الجزائر ويا جيش الجزائر. تحية احترام وإكبار وإجلال إلى الجزائر شعباً وحكومةً وجيشاً، وأسأل الله جل وعلا أن يحفظها وجميع بلاد المسلمين. هذه الليلة أيضاً هي من ليالي ربيع الخير، مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذه الأيام أيضاً نحتفل بذكرى وفاة الشيخ العالم المربي الشيخ أحمد بن بحوص رحمه الله تعالى وطيب ثراه. هذه الليلة أيضاً تزف ثل من الشباب ويزوجون بهذا العرس البهيج البهي، فأقول لهم بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم وأزواجكم بألف خير إن شاء الله تعالى، وجعلكم في بيوت آمنة مستقرة، ووسع عليكم من الخير والبنين. إخواني، أنا أدري الشباب الآن مستعجلين، والله يعينهم حقهم، بس أقول اصبروا علي، هذه الزوجات باقية عندكم إن شاء الله، لن ترحل. العام الماضي تزوجت كل من الشباب هنا، فقلت ردت أقول أنه أيضا الشياب يتزوجون، فما تجرأت على الكلام،
قلت لعل واحدة من هذه النساء صالحة وكلهم صالحات إن شاء الله. إن شاء الله. خاف تدعو علي في جوف الليل وأنا لا أتحمل الدعاء. فكان الوالي موجود فقلت إن شاء الله بس الوالي يتزوج. لكن الله لم يستجب دعائي لا للوالي ولا لغيره. ذهبت للعراق وكان في حفل للزواج. فقلت أنا اليوم أتكلم في راحتي في العراق. فقلت لهم أنا ما أريد أتكلم اليوم قال الله وقال الرسول لكن عندي فتوى لكم. قالوا شنو الفتوى؟ قلت كل واحد تجاوز 50 سنة يروح أول أمر إلى طبيب الأسنان ويعدل أسنانه ويجمل حتى يصير عنده ابتسامة حلوة يسمونها ابتسامة هوليود. وبعدين يصبغ الشيبة يخضبها بالحناء وطيته فتوى ما يخالف على رأي من قال يجوز بالسواد. قالوا بعدين قلت يجدد يتزوج ثانية. وبعدين ببركة الموبايل والفيسبوك وصلت للبيت ووجدت الأخبار واصلة قبلي فأغلق الباب بوجهي فما استطعت أن أدخل بيتي في تلك الليلة. وبدأت الدعوات تنهال علي من هنا وهناك لكن الله سلم عدت على سلامات وقالت لي زوجتي خل تنفعك هذه الفتاوى وهذه المقترحات وبعدين. فلذلك أنا أتركها لكم فمن شاء فليفعلها ومن شاء ولا تبونها بالقبض حتى ما يتقن علي النسوان. يوم من الأيام أحد المشايخ السودانيين يعظ الناس يقول جالس فقال الجنة فيها وفيها 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 الحور العين. وبدأ يحكي على الحور العين. قال تدخل البيت والبيت فيه 70 غرفة. كل غرفة بيها حورية حور العين. وهذه الحور العين أوصافها كذا وكذا يرى ظاهرها من باطنها وجمالها كذا وكذا. يقول واحد من الشياب ينظر إلى الشيخ. قالوا بعدين يا شيخ قال اتعد الغرفة الأولى الغرفة الثانية هم بها حور عين بها امرأة تنتظر والغرفة الثالثة كمل 70 غرفة وبعدين راح تلقى غرفة أخرى. طبعا هو جاي يذكر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وتلقى بالأخير غرفة أخرى بها زوجتك. قال بيناتنا الله يا إمام يزول قول لا إله إلا الله لعل الحديث موضوع ظهر عجوز أسهل عقلبه. قال يزول قول لا إله إلا الله لعل الحديث موضوع مو صحيح. قال بلى هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ربي أنا بالدنيا شال عقل بينه وبالآخرة بالجنة. فلذلك نسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والسداد إن شاء الله أن يحفظ شبابنا الزوجين والمام الزوجين الله إن شاء الله يزوجهم والشياب اللي عنده زوجة واحدة يحافظ عليها. فالتوحيد أولى في هذه المسألة التوحيد أولى. نصيحتي رب العزة جل وعلا وخاصة إلى إخواني المتزوجين الشباب وأبنائي أسأل الله جل وعلا أن يكون زواج خير إن شاء الله, إن شاء الله أن يفتح عليهم بالرفاه والبنين إن شاء الله وأن إن شاء الله يسعدهم بأزواجهم وزوجاتهم. الله سبحانه وتعالى يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ابن عباس يقول الحسنة في الدنيا هي المرأة الصالحة إن نظرت إليها سرتك وإن غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. هذه المرأة الصالحة هي خير عون للإنسان في حياته. لذلك أقول كل واحد أسس بيت من هؤلاء الشباب وشبابنا وإخواننا جميعا أعظم أمر نبني عليه صلاح بيوتنا هو ذكر الله جل وعلا. لذلك يقول الحق سبحانه فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. احنا نذكر الله والله جل وعلا يذكرنا. من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. الله يقول في الحديث القدسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. وانت تروح لبيتك ادخل إلى البيت وقل بسم الله وسلم على أهل البيت واسمعوا إلى حبيبكم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول. إذا دخل الإنسان بيته وسلم على أهل البيت وذكر الله على طعامه قالت الشياطين
لا عشاء لنا ولا مبيت الليلة، وإذا دخل الإنسان بيته فلم يسلم على أهل البيت ولم يسمي الله على طعامه قالت الشياطين أدركنا العشاء والمبيت. وتصور أن الشياطين تدخل في بيت، ماذا يكون حال هذا البيت؟ نسأل الله السلامة. هذا أمر واحد. الأمر الثاني أن نقرأ القرآن في بيوتنا، في بيوتنا. واسمعوا إلى سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه في الحديث الذي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: البيت الذي يقرأ فيه القرآن يكثر خيره ويتسع بأهله وتدخله الملائكة وتخرج منه الشياطين. يكثر الخير ويتسع بالأهل وتدخله الملائكة وتخرج منه الشياطين. والبيت الذي لا يقرأ فيه القرآن يقل خيره ويضيق على أهله وتهجره الملائكة وتدخله الشياطين. نسأل الله العفو والعافية. بعض الناس يفوت البيت يقول والله بيتي جحيم، المرأة متكاونة ويا الطفل، والرجال متكاون ويا المرأة، مش شاكس معاها. هذا سببه لأن الشياطين دخلت في البيوت، أعاذنا الله وإياكم. الأمر الآخر، من تخرج من البيت، وهذه يا إخواني علموها لأبنائكم وبناتكم، من تخرج من البيت اسمعوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الإنسان من بيته فقال ثلاثا: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال الشيطان، قيل له، عفوا، قيل له: هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنك الشيطان. وقال الشيطان: ما لي برجل هدي وكفي ووقي. قل: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنك الشيطان. أمر آخر أيضا يا إخواني، لما يخرج إنسان، يخرج من بيته أو يخرج أحد أطفاله من بيته، فليقل له: أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. يوم سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه يستقبل الناس، وجي واحد شايل ابنه، هو أسمر وابنه أسمر، فسيدنا عمر راد يلاطف هذا الرجل، فقال له: ما أشبه الغراب بأبيه؟ قال: يا أمير المؤمنين، هذا الغلام ولدته أمه وهي ميتة. سيدنا عمر انتبه، قال: شلون ولدت أمه وهي ميتة؟ قال: يا أمير المؤمنين، تزوجت أمه وأربعة أشهر هي حامل بهذا الطفل، وأنا ذهبت للجهاد، فلما خرجت وضعت يدي على بطن أمه فقلت: اللهم إني أستودعك ما في بطن هذه المرأة. خرجت للجهاد، يقول: بعد فترة رجعت، قالوا لي: إن زوجتك قد ماتت. فقلت: لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول: جاء واحد من أقربائي قال: أنا يومي أشوف من قبرك يخرج نور وكأنه سراج مضيء. يقول: استغربت، رحت حفرت القبر وإذا بي أجد هذا الطفل ينام على يد أمه وهي ميتة وهو بالحياة. فنزلت فحملت الطفل فسمعت مناديا ينادي: أيها المستودع ربه خذ وديعتك، أما لو استودعتنا أمه لوجدتها. لا إله إلا الله. فلذلك قل: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. من الأذكار أيضا الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والله يا إخوان، الصلاة على النبي فيها خير الدنيا والآخرة. في الأثر أن بالصلاة على النبي تقضى 100 حاجة، 30 بالدنيا و70 بالآخرة. والصحابي اللي جاء على النبي قال: يا رسول الله، كم أجعل لك من صلاتي، يعني من أذكاري؟ بعدين قال النبي في الحديث الطويل: سأجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تقضى حاجتك ويكفى همك. تقضى الحاجة، الحاجة دنيوية وأخروية، ويكفى الهم، والهم كثير يا إخواني. فبالصلاة على النبي تزول الهموم. وأيضا أكثروا من الاستغفار.
الله ماذا يقول في القرآن على لسان سيدنا نوح عليه السلام؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وش يقول سيدنا محمد؟ اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. يقول يوم سيدنا أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى جيء في قرية من القرى ودخل للمسجد رادي بإبات الليل، فيقول ما كان يعرف الخادم بالمسجد، قال له يا هذا صلاة خلصت اخرج من المسجد. قال يا هذا أنا رجل غريب وأريد أبات في المسجد. يقول فسحبني من رجلي وأخرج بي خارج المسجد. جار المسجد كان خباز، قال تفضل عندي شافني رجل غريب. يقول سيدنا أحمد بن حنبل فرأيت من ذاك الخباز عجبا، هذا الرجل كل ما يسوي له شغلة يقول أستغفر الله، ينام يقول أستغفر الله، يقعد أستغفر الله، يتوضأ يقول أستغفر الله، يخبز خبزة يقول أستغفر الله. فقلت يا هذا منذ متى وأنت على هذا الحال؟ قال منذ 20 سنة أنا أستغفر الله. فيقول أحمد بن حنبل سألته وهل وجدت لذلك علامة؟ قال نعم، ما دعوت الله شيئا إلا وأعطاني إياه، حتى إنني أستحي من الله من سرعة الإجابة إلا دعوة واحدة دعوت الله فلم يعطني إياها. قال شنو؟ قال والله دعوت أن أرى أحمد بن حنبل وما شفته إلى الآن. قال جاءك أحمد بن حنبل رغما عن أنفه. وأيضا من الأذكار اللي تأخذونها من مشايخكم الورد اليومي الذي تأخذه من شيخك الذي يوصلك إلى الله جل وعلا. في الختام أيها الأحبة، أتمنى من صميم قلبي لهؤلاء الشباب عيشا رغيدا، وأن يرزقهم الله جل وعلا ذرية صالحة تقر بهم الأعين، وأن يبارك على أهل هذه المدينة الآمنة المطمئنة. الفضل الله هذا الثالث عام وأنا أحضر في هذا العرس والمؤتمر الذي يحدث المؤتمر الدولي، وأرى أن الله جل وعلا قد أنزل البركات على أهل هذه المدينة. أسأل الله جل وعلا أن يديمها عليكم وأن لا يسلبها منكم، وأن يحفظ الجزائر وأن تتعدى هذه الأزمة بسلام على بلادنا جميعا والجزائر بوجه الخصوص. وأشكر ثانية الشيخ عبد القادر الحاج عبد القادر ابن الشيخ أحمد بن بحوص، أسأل الله جل وعلا أن يبارك في عمره وأن يعطيه الصحة والعافية وأن يشد على يديه. كما أشكر من صميم قلبي أخي الحبيب الشيخ حمزة، هذا الشاب الذي نذر نفسه من أجل دينه. فأقول حفظك الله، بارك الله فيكم، حفظ الله الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الموعظة فضيلة الدكتور الإمام ناصح الشيوخ أنس محمود العيساوي يتفضل مشكور. سنأخذ بنصيحتك. أنا الأول إن شاء الله. أكبيت البر بعد. شارك فمك. شكرا. أكبيت البر الليلة بعد. من ينوب عن معالي وزير الشؤون الدينية والأوقاف يتفضل رجاء أحد الإطارات السامية يتفضل. سيد رئيس البلدية سي عبد الله تفضل. صح سيد رئيس الكيمالك مازال واحد اخر. شكرا جزيلا.